ليست العضلات وحسب هي ما يميز لاعبي كمال الأجسام، فهنالك الكثير من الغرائب حول أولئك الأشخاص لم تعرفها بعد. هل سمعت عن أخطر الأضرار التي قد تلحق بهم؟ هل تعرف السبب الحقيقي وراء التشوهات العضلية؟ وما هي قدرتك لممارسة رفع الأثقال وأنت في عمر 80؟ حسناً، استعد لتتعرف على أغرب 8 لاعبي كمال الأجسام في العالم. باكار نبيفا، الفتاة ذات الجسد الممشوق والعضلات البارزة، تلك تدعى باكار نبيفا، وهي فتاة أذربيجانية تعيش اليوم في أوكرانيا. كل تلك العضلات لم تولد بها بالطبع، بل على النقيض، فقد كانت تتسم في طفولتها بسيقانها الرفيعة التي جلبت لها الكثير من السخرية والتنمر. ولكن على عكس المتوقع، لم تكتفي باكار بتجاهل التنمر، حيث قررت بأنه لا مفر من التغيير. ومنذ يومها الأول في الجيم أخذت الأمر على محمل الجد لتصل بقدر هائل من التدريبات والعمل الشاق إلى ما تراه اليوم. بالطبع هي كفؤ لتدخل عالم الاحتراف في عالم كمال الأجسام، ولكنها تكتفي بما وصلت إليه كهواية وليس كرياضة. الطريف أنها تؤكد أنها لا تتبع أي حمية غذائية مخصصة. بالدير سيجاتو، من المؤسف أن ترى شخصاً ما ناجحاً فيما يقوم به يبالغ لدرجة تحول نجاحه إلى فشل. ربما هذا ما حدث مع فالدير ذو 50 عام، بعدما نجح بصورة طبيعية أن يتحول من شاب ذو جسد نحيل إلى لاعب كمال أجسام مفتول العضلات بشكل لا يصدق. حيث صدم فالدير متابعيه ومعجبيه حينما قام بحقن نفسه بمزيج كيميائي من الزيوت والكحول، معروف عنه أنه خطير وقد يؤدي إلى مضاعفات تتسبب بوفاته. والنتيجة كانت تلك التشوهات الواضحة في عضلات كتفه وصدره وذراعيه. الأمر ليس مزحة على الإطلاق، ففالدير ربما يضطر لبتر أحد أطرافه كي ينجو من ذلك المأزق. باربي توماس، أما باربي توماس فهي مثال حي على عدم وجود مستحيل. تخيل أن تلك السيدة مبتورة الذراعين هي أم لطفلين ترعاهم بنفسها بعد انفصالها عن زوجها في محل إقامتها بمدينة فينيكس بولاية أريزونا. تلك الإعاقة كانت نتيجة للمسها المحولات الكهربائية وهي طفلة في عمر العامين، حيث تطلب الأمر بتر ذراعيها حتى الكتف. ومع هذا فإن باربي لم تستسلم واعتادت ممارسة حياتها بشكل طبيعي في كل النواحي، فهي تقود سيارتها بنفسها، ترعى منزلها وأولادها، بل أخذت الأمر لمستوى آخر من التحدي حيث نجحت في أن تصبح منافسة قوية في رياضة كمال الأجسام. بالطبع لا أمزح، من خلال تمارين الساق والركض والرقص تمكنت باربي من تكوين جسد مثالي كما ترى، بل حتى أنها تعمل كعارضة أزياء في بعض الأحيان، بالإضافة لعرض بعض الأدوار السينمائية عليها. لذا يمكننا التأكيد على أن تلك المقاتلة لها مستقبل مشرق. هيلا تريفاتو، هيلا هي امرأة دنماركية تتحدث الإنجليزية والألمانية والدنماركية، إلا أنها على ما يبدو لم تبرع في اللغات وحسب، بل عملت كمديرة لإحدى مؤسسات رعاية المعاقين في كاليفورنيا بجانب كونها لاعبة كمال أجسام محترفة. المثير أنها دخلت عالم كمال الأجسام وهي طفلة في 3 من العمر، وبدأت احتراف اللعبة وهي في سن 17. وفي عام 1998 فازت بمسابقة دينش ناشونالز للمرة الأولى في مسيرتها، كما فازت ببعض البطولات الإسكندنافية والدنماركية. وأخيرا فازت ببطولة راينجز فينيكس 2 من أصل 5 مشاركات لها. إنها حقا نموذج يحتذى به. روماريو دو سانتوس ألفيس، أما البرازيلي روماريو دو سانتوس فربما لا يكون صاحب المسيرة الأفضل في العالم في كمال الأجسام، بعدما تحول من لاعب يبذل جهد لمدمن على الحقن الكيميائية التي تضر الجسد أكثر مما تنفعه، والنتيجة كانت تحوله من صاحب جسد مثالي لمسخ يمتلك عضلات ذراع وصدر وكتفين بأحجام لا تتناسب مطلقا مع البشر، لتتحول من عضلات إلى تشوهات عضلية يصعب علاجها بشتى الطرق. وبعد تفاقم المشكلة خضع لعدة جراحات لإزالة بعض الألياف العضلية من جسده، إلا أنه لم يحصل بعد على النتيجة الكافية. مصطفى إسماعيل،
ولدينا هنا المصري الذي يعيش في ولاية ماساتشوستس الأمريكية مصطفى إسماعيل الملقب بالبابا المصري، والسر في شهرته هو امتلاكه لأكبر عضلة باي في العالم. هذا حقيقي، فمصطفى يمتلك عضلة باي بحجم 31 بوصة ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي، ومع هذا لم تعترف به موسوعة جينيس بعد لعدم يقينها من أن مصطفى اكتسب تلك العضلة بشكل طبيعي دون استخدام الحقن، وبالرغم من تأكيده لأنها طبيعية 100% ولم يكتسبها سوى بالتمرين الشاق واتباع نظام غذائي معين مثل تناوله 7 أرطال بروتين و9 أرطال كربوهيدرات و3 جالونات من الماء يوميا. لم يتم التأكد من الأمر بعد، في كل الأحوال فهو يظل واحدا من أكثر لاعبي كمال الأجسام تميزا في العالم. جاستن جيدليكا. أما الأمريكي جاستن جيدليكا الذي يعيش في لوس أنجلوس فلا ينطبق عليه مسمى لاعب كمال أجسام بقدر ما يعتبر رجل أعمال ناجح. رجل الأعمال الناجح هذا لم يرى ضرورة للذهاب للجيم من أجل الحصول على جسد مثالي، فلم يفعل ذلك، وبإمكانه الحصول على ما يريد على يد بعض الجراحين الماهرين ودفع $1,000,000. في الواقع لم تكن 4,000 وحسب، بل أكثر من $500,000 أنفقها جاستين على الجراحات التجميلية مثل نفخ البوتوكس والنحت والزراعة ليحصل على ذلك الجسد الممشوق الرياضي. أن يركض ولو 10 أمتار في اليوم إنه مثال حي على الطريقة الفريدة التي يفكر بها رجال الأعمال الناجحون. أرنستين شيبارد. من الشائع أن يبدأ لاعبو كمال الأجسام مسيرتهم في أعمار صغيرة وينهون مسيرتهم مبكرا، ولكن هذا عكس الحال مع أرنستين شيبارد والتي تعرف بأنها أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم، حيث تبلغ من العمر 80 عاما ولا تزال تمارس رفع الأثقال وتشارك في سباقات الماراثون وتعمل مدربة شخصية. كل هذا بدأ وهي في 56 من العمر بعدما تحولت من عارضة أزياء إلى لاعبة كمال أجسام بعد وفاتها شقيقتها آنذاك. برنامجها يتضمن تناول البيض المسلوق والمشروبات والخضروات والدجاج والركض 80 ميلا في اليوم، بالإضافة للتواجد الدائم في صالة الألعاب الرياضية. في الواقع يا لها من جدة. وأخيراً، هل تمتلك الإرادة اللازمة لتحقق ما حققته أرنستين أو غيرها ممن في تلك القائمة؟ أخبرني إجاباتك بصدق في التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.